في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. تفضل معايا. عليه الصلاة والسلام. تفضل معايا. معك الحر العراقي. الحر العراقي من العراق. شيعي ولا سني؟ لا أنا شيعي. حبيت أسأل سؤال. طب احنا موضوعنا النهارده بنتكلم في الامامه اولا، تمام؟ وهل في تفتخر الإمامة. في الإمامة. هل تفتخر بتلك الامامه التي ضيعت الامه؟ نعم، فقط سؤال وبعدين نتحاور بالامامه. رد على سؤالي، اتفضل. هو موضوع الامامه النهارده، لا تخرج عن الامامه. نعم نعم، في الامامه المشتركه، مو شيخنا الامامه بالمفهوم الشيعي يا استاذنا، تفضل. طيب الآن سؤالي، هل إمامة أبو بكر دينية ودنيوية أم فقط دنيوية؟ هل خلافة أبي بكر تقصد؟ نعم نعم، كانت دينية ودنيوية. طيب ممكن تعطيني آية فسرها أبو بكر أو شرح التوحيد للمسلمين؟ دي أنت كده بتتغابى، في فرق. هل كان أبو بكر معلم للناس دينيا ودنيويا؟ وفي فرق ان هناك ابو بكر الصديق كان يفسر للناس الدين وامور الدين وامور الدنيا، وفرق ما بين سؤالك هل كانت خلافته دينية ودنيوية؟ في فرق اللي بين الاثنين. ليه يا عم اشرف في فرق؟ اسمع، خلافة ابو بكر دينية ودنيوية، اي انه كان يقيم الحدود دي دينيا، تمام؟ وكان يرؤس المسلمين، وكان يرسل الفتوحات، وكان قاتل مانع الزكاة. دي اسمها الإمامة الدينية والدنيوية. أما أنك النهاردة عايز تجيب آية عن أبو بكر، لا يا عم مش هجيب لك آية. اسمع، عشان الشيعة دايما بتتبجح بهذا الكلام اللي بتعتقد فيه إن أبو بكر لا يملك علم ولا يملك تفسير. نكتب كده في جوجل مع بعض، فقه أبي بكر الصديق في جوجل، تمام؟ طيب ممكن تعطيني سند الكتاب. اسمع، ادي كده على الشاشة عشان عايز يحمل الكتاب. كتاب موسوعة فقه ابي بكر الصديق، تمام؟ ادي الكتاب قدامكم، حمله يا حبيبي وبقرا بقى فقه ابي بكر. طيب اعطينا آية اتعوه هذا الكتاب الكامل، آية واحدة. وعندك كتاب فقه كذا، وعندك كتاب فقه كذا. ده في كلام العلماء او في كلام ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. طيب النهارده لما تيجي تقول لي اديني ايه، معلش برضه انا هتمشى معاك بالدليل، نقطه مهمه. استاذ اسمك ايه؟ الحر. يا استاذ الحر، لما تيجي تقول لي اديني ايه فسرها ابو بكر الصديق، هل هذا دليل افضليه ام دليل ماذا عندك؟ لا، لأن هو سئل على كلمة في القرآن لم يعرفها، وهي الأبقى أسهل كلمة في القرآن لم يعرفها. يعني الإمام عندك لو جهل كلمة لا يستحق الإمامة، لو جهل حكم لا يستحق الإمامة. طيب أعطيني علم. رد على قدر سؤالي ثم تحدث. إذا جهل الإمام عندك حكم شرعي لا يستحق الإمامة؟ لا أنا عندي الإمام ما يجهل حكم شرعي. سؤالي واضح. الآن أعطيني. سؤالي واضح. لا سؤالي واضح. لف ودوران ما بحبش ذا الساعة. هل إذا الإمام جهل حكم شرعي؟ قول ما عنده. شوف برضو مش عايز يرد. مرسل غير مستقبل. خلاص. مرسل غير مستقبل. أنا شوف سؤالي، مش هسيبك منه. بتقول كلمة في القرآن لا يعرفها تفسيرها أبو بكر. ممتاز. هل الإمام عندك إذا جهل حكم شرعي لا يستحق الإمامة؟ يعني انت هذا جوابك على ابو بكر؟ رد على قدر سؤالي. اعطيني ايه لم يعرفها سهل الامام علي ولم يعرفها، اعطيني يلا. طيب الامام عندك علي كان يعرف حكم المزي؟ حبيبي اعطيني ايه سهل بها الامام علي. أيوه. ولم يعرفها. علي بن ابي طالب عندك يجهل حكم المزي، تمام؟ حكم المزي حكم شرعي يجهله. ثانيا ايضا في القرآن الكريم آية. اسمع ده انا هديك آية في القرآن الكريم، ان الامام عندك اصلا فعل خطأ في الدين فنزلت الآية معاتبة له. ماشي، الان انت قربت
الآن أنت الآن أنا ضربت إيه؟ رد على قدر سؤال الآن، مش أنا اللي ضربت، أنت دلوقتي بتتلف وتدور. طلبت الدليل لحظة. الآن عندك آيات في القرآن الآن. أعطيني يا شيخ أشرف، يا شو اسمك أنت أشرف، ما أدري شو اسمك، مثل ما سيلة وأبو بكر ها وما عرف بالدين، أعطيني إنه سألوا الإمام علي عن آية في القرآن ولم يعرفها. يعني أنت عايز تقول لي إن الإمام علي سئل عن آية في القرآن لم يعرفها؟ أنا هسألك أنت بماذا فسر، بماذا فسر الإمام علي؟ أنا هسألك أنت تجيب لي أنت الدليل. بماذا فسر؟ يا عم أنا هسألك أنت الدليل، أنا هسألك أنت في الدليل أهو. يا عم أنا هسألك أنت في الدليل، أنا هسألك أنت تجيب لي الدليل. هديك أنا آية في القرآن وتقول لي بماذا فسرها الإمام علي، ماشي؟ ممكن؟ الآن ما عندك جواب، ما عندك جواب. هو ده ما بيسمعش وأنا ما بفهمش. ما في حاجة من الاثنين، أنت ما بتسمعش. عندك جواب ولا لا؟ قول. أنت دلوقتي عندي آية في القرآن. إما تقول. ممكن تقول لي ما بماذا فسرها الإمام ولا مش ممكن؟ يا حبيبي أنا سألك عن الإمام ولا سألتك عن أبو بكر اللي هو؟ وربنا ما بتفهم. وربنا ما بتفهم. الله المستعان. أنا يا إخواننا الأحبة بارك الله فيكم، في معتقد المخيلة هذا المتصل هو داخل يقول لك إيه؟ أصلي النهاردة أبو بكر الصديق لم يفسر آية في القرآن، تمام؟ أبو بكر الصديق لم يتحدث في آية في القرآن، أبو بكر الصديق لم يعرف حكم مثلا فاكهة وأبا، ما هو ده العلاقة اللي هو ده بيتكلموا فيها عبسة. يعني واحد. آسف طب النهاردة معلش، يعني هو النهاردة لازم أسأل فيما أجهل، ولا علي عندكم اتولد عارف كل شيء وعالم كل شيء بدون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده السؤال برضو مفصلي أنا عايز أفهمه. وهل هذا دليل خلافة ولا مش دليل خلافة؟ طب هو عايز آية فسرها أبو بكر؟ أنا ممكن كنت أقول على طول إخواننا الأحبة قول أبو بكر في الناس، وما محمدا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أبو بكر اللي فسر الآية دي للناس في جمع في المسلمين، في حضور علي وحضور أبو بكر وحضور عمر وحضور عثمان وحضور كل هؤلاء الناس. لكن ده سؤاله مش كده، هو مش عايز، لو جبت له ده يقول لك إيه أين فسرها؟ ما فسرها للناس في موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا عايز الناس تفهم هو عايز إيه. هو عايز إخواننا الأحبة، بما أن أبو بكر ليس لديه تفسير للقرآن فإذا هو لا يستحق الإمامة. طب يا عمي ماشي، عندك فاطمة لا يوجد لها حديث واحد بتفسير، علي لا يوجد له حديث واحد بتفسير، ده على ميزان الشيعة وعلى أسانيد الشيعة ما فيش، ورب الكعب كلها منسوبة زورا إليه، نسبت إلى علي هذه الأقوال. وتيجي تقول لي إيه الأمر الذي علي لا يعلمه؟ طب حكم المزي. قال لك طب اديني آية في القرآن سئل فيها الإمام علي ولم يعرفها. طب نزلت آيات في القرآن أصلا علي أصلا معاتبة له لأنه أخطأ في أفعاله الشرعية. فاكرين الحلقة إخواننا الأحبة إن فيها نزلت في علي وعمار لما أقسم إنه يصوم ويصلي، وهذا أقسم إنه لا يتزوج، وهذا أقسم إنه يختم القرآن يوميا، فنزلت الآية فيهم معاتبة لهم، كفروا عن يمينهم، اعترفوا أمام النبي بخطئهم وأمام الله سبحانه وتعالى، تمام؟